عوض بسلامتك. عوض بسلامتك. عوض بسلامتك. تعيش انت. عوض بسلامتك. نحن كنائبة اطباء بعز علينا في ايدين الدكتور العظيم. يعني الله يصبركم ويصبرنا. ميرسي ان شاء الله. تسلم. كان دخلك ليش حاطين صورة الدكتور جوات صورة قلب؟ ما بسلامة فمك دكتور، المرحوم كان حكيم قلب. ليش عم تضحك دكتور؟ شو ليش عم بضحك؟ هيدا دكتور قلب، بس توفى حطيتوا له صورته جوات صورة قلب. طب ما أنا حكيم توليد نسائي، بكرا لما أتوفى جوات صورة شو بدكم تحطوني؟ بأحلى مطرح لعيونك دكتور. أكثر واحد من إذن بهالشغلة. أنا ليه؟ لأنك الدكتور بويسي. امبارح قريت شعر غزلي حلو كتير وحبيت بحلقة اليوم أقرأ لكم إياه. اسمعوا كتير منيح وتعلموا كيف غزلها حبيبة. أنا بدونك مثل الشارع بلا إنارة، مثل الرومبوان بلا إشارة. أنا بدونك مثل الحديقة بدون شجرة، مثل التور بدون بقرة. أنت الباب وأنا المفتاح، أنت الضفدعة وأنا التمساح، أنت الريموت وأنا التلفزيون، أنت السماعة وأنا التليفون. يا أحلى من بنات المغرب واليونان، ولك آخ يا ريتك بنت الجيران. بحبك قد ما بالصومال في مجاعة، قد ما بالسوق في بضاعة. بالفعل حلو هالغزل. أهلا وسهلا فيكم بكوميكاز. أما هلأ رح نستقبل الكوميكازيين الستة فرد درب. خلينا نستقبلهم سوا بزقفة كتير كبيرة. فادي شربل، أنطوانيت عقيقي، ريمون صليبة، ماريلو، توني كيروز وتوني خوري. بالعربي تعلمتوا للطب الصيني، وانا كيف تداوي وانا بتعلمي تداويني. إذا أنت الحكماء صحتي بومبا والله. عطول شو هيدا؟ شو هيدا ريمون؟ نحن سمينا فريقنا فريق الإنعاش. أيوة. لأنه نحن الإنعاش الاجتماعي. يا لطيف يا لطيف. لك يا حبيبي أنت يا قصير. أنت يا طويل. أنت يا اللي شعرك بعد ما طلع راسك. معلش بدي الله. إذا أنتوا إنعاش نحن فريقنا الطوارئ. ليش؟ ليش؟ لأنه إنعاش حدا منكم بس نحن نطلع على المسرح وتضحكوا وتغيبوا وحجبوكم لعنا. أنا عندي سؤال يا ريمون لك تحديدا. نعم. اليوم كيف تخليت عن أنطوانيت؟ أنا ما تخليت عن أنطوانيت. بس أنا شفت فادي شرب الحرام لحاله مش مقلع، وتعرفي إنه أول طلعته تبريش. أنا بده دعمي. قلت له لأنطوانيت حرام هيدا الصبي تتركه هيك. روحي معه هالحلقة. راسك لبوسو. راسك لبوسو. راسك لبوسو. الله فادي. حياتي. ما بيقدر يعمل وجنة. غير خير هو بس. لا شكله أكتر من الخير. ما فيش يا جماعة. أيوة شباب. أيوة ده. بدنا نروح لأنه إذا هيك بتكملوا شو بيصير بدنا؟ غرفة عمليات. عمليات عليك بعدنا. لا ترجع البنا. لا يا خبر عمليات لك. دخيلي قلبي تفضل على مطرحكم. انا مصنع. يا مصنع. خلينا بدون تاخير نستقبل سوا الفريقين المساندين. تفضلوا على المسرح.
لكم مرة جديدة. بمجرد ما قعدتوا اعطيناكم 6000 دولار يعني 1000 دولار لكل واحد، وانتم وشطرتكم فرجونا قد ايه رح يضل معكم من هالمبلغ باخر هالحلقه لتربحوا. أنطوانيت عبالي اليوم خبر نكته. يلا يلا في واحد قال لحبيبته حبيبتي تعي نرجع مثل الاول مثل زمان، قالت له لك اكيد يا حبيبي اكيد، بس كيف يعني؟ قال لا يعني لا بعرفك ولا بتعرفي. على المرة مثيله سمعين ختيارية بمأوى العجزين غرموا ببعضهم. هون ليلى بتقوم ماتيل تعزم سمعين لعندها على الاوضه، بيجي بسلحب بالليل سمعين، بيطلع حد على التخت طخ طيخ كل الليل. الصبح سمعين الصبح ايه سمعين ابو ضاي الصبح ايه سمعين عم بغنجها لماتيل، قال لها يا حبيبتي ليه ما قلتي لي انك عذراء؟ كنت اشتغلت على مهدك. قالت له يا حبيبي يا سمعين لو عارفه بعد طالع من امرك شيء كنت شلحت الكلهم. ريمو قوي 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 قوي. انا بدي اخبركم نكته. ايه ليش الاعزب على طول بضل ضعيف هيك وجسمه متناسي والمجوز دائما بينصح وبيفلش؟ بتعرف ليش؟ الخليفه لا لا مش الزلمه هو، لسبب واحد، لانه الاعزب بس يفوت على البيت بيفتح البراد تشوف اذا في شيء مميز، ما بيلاقي في شيء بيسكره بفوت بينام. اما المجوز بس يجي على بيته بيفتح باب اوضه النوم تشوف في شيء مميز، ما بيلاقي في شيء بيسكر بيفتح باب البراد. يا حبيبي مين هلا انطوانيت؟ ما عجبتني هيدي، نحن عندنا 3 برادات بالبيت. مش هيك طوليو اصحاب في واحد عنده ببغاء بدها تعمل سكس. لا بتشين هيك فما قادره كل الليل هلكته لصاحبها هيدا صاحب الببغاء ومدري شو هيك. ام فل بالليل راح على محل مثل عصافير وهيك، قال له دخيلك في عندك شيء ببغاء انه ذكر مشان تخلص من هالهم وهيك؟ قال له لا مقطوع بس في اعطيك بوم ذكر. قال له طيب اوكي شو بيعملوا؟ قال له بتحطهم اثنيناتهم بنفس القفص بتحط عليهم شرشف وبتنام خلص هن بيعملوا اللعبه وتنهار بيمشي الحال. راح نام هذا الزلمه وعمل كل شيء وحط البوم مع الببغاء وهيك، ثاني نهار وعي ما في حس، قال خي مش الحال، راح هيك على الشرشف قالت له شو بك عم طلع؟ قال لها شو بك ما عملتي شيء بالليل؟ قالت له شو جايب لي بوم كل الليل عم بيقول لي اوه قال له سي سي. قال مرة واحد ختيار كتير ربح اللوتو ضبها المصريات طلب تاكسي ونزل على المدينة وفات على عند بنات الهوى. بنات الهوى بنات الهوى مش تبع الفون تبع الهوى الفون ولا بالانجلش ولا بالانجلش لا بتنقل الفون فون. ايه وصل لهونيك وصل اجت المسؤولة قال له بدي اجمل وحدة عندك واصغر وحدة عندك اهم وحدة عندك وقد ما مش مشكلة المصاري بدفع لك. بده العاصفة يعني بده العاصفة. قالت له تكرم عينك نقت له احلى وحدة وقالت له بس هي غالية. قال له ما بيأثر معي مصاري. معنا نحن. قالت له اوكي اخر خبر عني. عم يعمل لك افيه عم يعمل لك افيه سونار. بقى اخذ هيدي الصبيه وراح هو وياها على ساعتين لطلعوا الدرج هو عم بيلاقي لا مش قادر يمشي. وصل لفوق عم يلها شربته ماي قعدته طلعت فيه هيك شو بده يعمل اخر ايامه طلعت فيه هيك قالت له يا عم شو جاي تعمل هون ما انت بعمرك خلص؟ قال لها اه. قالت له ما انت خلص يعني بعمرك صرت رجال كبير؟ قال لها اه. قالت له انه انت بعمرك ما خلص؟ قال لي شو قلتي؟ قالت له ما بعمرك انت خلص خلص. قال لها خلص قديش بدك مني؟ انت كمان خلص؟ زيادة زيادة عم نختمها عم نعمل لها شوية قصص حق علي. اسمعوا لخبركم هالخبرية. هي تخدمني مش بهاي تخدمني وكفى. خلص
انبسط جورج. رين عندها نكتة. سمع سمع. لا 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 مش نكتة، خبرية. انه خبرية. انتوا عرفتوا اخر دراسات شو قالت؟ شو؟ اخر دراسات اثبتت انه ادم وحواء اصلا لبناني. ليش؟ ما كان عندهم كهرباء، ما كان عندهم مي، ما كان عندهم شغل، وما كان عندهم حكومة. ومع هذا وكله وين كانوا مفكرين حالهم؟ بالجنة. حلو حلو. بريك لنلبس الأسود ونروح نعزي بدعيس ومنرجع على السريع. اطلبني على الموت بلبيك، شو بدك مني بعطيك، تغنج يا حبيبي تغنج، أنا والله ميت فيك. يا ضيعانو كان هين كان لين، كان يضل لسانه مبين. يا ضيعانك يا دعاس، يا ضيعانك يا دعاس. مرحبا وحياتك. هون مطرح ما بتسلموا السيارات. وصلت. وحياتك. زيد فضلك يا رب. وحياتك انا حكيت مع جوزك من يومين واتفقنا من شان سيارتي المسروقة. بلا سيارة بلا كميون. هلا الغالي راح، ما عاد في شيء له قيمة اذا الغالي راح. راح 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 يرجع. انا حكيت معه هلا بيرجع، هلا بيرجع. انا حكيت معه. نعم. اذا بتريدي. ما له حظ، ما إلو حظ. ايه؟ لا تتعب ولا تشقى. معك حق، ما حدا عنده حظ. اللي ما عنده حظ نط وفز. أنا تركني وراح. أنا عبلي. تركني وراح. ايه لا بس رح يرجع، أنا حكيته. ما حدا راح إلا ما رجع. يا مدام طولي بالك أنت، بس طولي بالك. عم لك ما عنده حظ، بس كان راعب الحي. راعب الحي. نعم. حاطت فرده على خصره، وبس يقطع بالحي كلهم يموتوا رعبة. يعطي ألف عافية. الله خليله إيدي، الله خليله إجري، الله خليله، الله خليه يا رب بهالبلد. نحن بحاجة لأمثاله، نحن بحاجة لأمثاله. بس ما في حظ، ما في حظ. صور. نعم. أول ستة قتلة دكوه بالحبس. شو عم تحكي؟ قتل ستة؟ ليش قتل ستة؟ جريمة شرف. جريمة شرف. قتل ستة جريمة شرف. ليش؟ تمشى بالتخت مع حدا تخمين؟ لا. شو؟ لا. شو صار؟ اللي صار انه كبرته. لمين كبرته؟ ولك كبرته لصدره، لصدره كبرته. كبرته لصدره. ايه. ليك دعاس مش لأنه جوزي. نعم. بس راسه تنكي ما بيلقى، ما بيلقى. ما حملوا راسه يا خيي. شايفة جاي لعنا، إيش لعنا لها؟ نعم لها. جاي وصدرة سابقة. أيوة. قال لي يا ستي شو عاملة؟ تفضل. إيه زيد فضلي. شو عاملة؟ شو بدك ترضعي من أول وجديد؟ أولاد ولادك عم بتجوزيهم. وهي صدرة هيك ما حملوا راسه، شايل هالفرد وطق طقتين بجلى إياهم. يه. إيه. بقينا جمعتين نشيل سيليكون من الدو. بعد شو؟ كيف ما نضرب ايدنا سيليكون؟ كيف ما نضرب سيليكون؟ سيليكون طرطشتنا، حممتنا. ولك على الحيطان رجعنا طرشنا. بس ليك ليك مش عم يلقط الطرش. طبعا سيليكون بزحي، بزحي عم بزحي. بزحي بزحي سيليكون بزحي. مدام من هون قطشوا له اياه، من هون. شو اللي قطشوا له اياه؟ قطشوا له اياه من هون اصبعه. اصبعه. ايه الحمد لله. كان هالقد. قطشوا له اياه من هون. لا ما في حظ، ما في حظ. هو قعد شي سنتين بالبيت بلا شغل. دبر شغل بشركه ناطور. ناطور الله يوفقه. هلا بالشركه في خزنه. نعم. راح عم يسرقها هو وعم ينشرها. قص اصبعه. بتقلي حظ؟ ما في حظ. حدا عم يسرق خزنه بيقطش اصبعه. نعم. سارقين البلد وعندهم مش 10 اصابع، 11 اصبع. ما حدا قص اصبعه، مش حدا قص اصبعه يا عمي.
عم نشوفهم على التلفزيونات اصابعهم هيك وصار ايه نهبين الدنيا. ما في عدل، ما في حظ، 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 ما في حظ. زلمه معطر عطوله اصبعه وكدت ووستت من بعد ما قص اصبعه. بس عرفوا اصحاب الشغل شو بدك يعملوا؟ شو عملوا؟ كحتوه من الشغل. شالوا بلا اخلاق. الله لا يوفقهم، الله لا يوفقهم. يا عم شال بلا اخلاق. قطع الارزاق. نعم قطع الارزاق من قطع الاعناق. الله لا يوجه لا خير. قطع الاصابع انت صدقه. الله لا يوفقهم. شو سرع صغير الزلمه عندهم كل هالمعمل وكل هال ما في حظ. بس حظ. ربنا بيضرب بايده وبيستلقي بايده. بيستلقي ايه ان شاء الله. بتعرف شو صار؟ شو صار؟ اجى على البيت اكتشف انه موهوب. ليه عنده موهبه؟ عنده موهبه. ايش بيرسم؟ لا ما بيرسم. بيغني؟ لا ما بينحت. ما بينحت. شو بيعمل؟ بيركب. شو بيركب؟ بيركب عبوات ناسفة. يا رب تنجينا. عبوات ناسفة. جوزك بيركب عبوات ناسفة؟ الله يطول. ايديه ما بيتفسروا. نظر 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 ايديه بينلفوا بحرير. بينلفوا بكلبش بحرير. حرير. اكتشف انه عنده هالموهبة. ايه تتذكر هاي العبوة اللي طلعت من شي جمعتين؟ هاي روحت خمسة بنايات. تسعة بنايات ما تفصينا شيء. ما عدني هنس. هيدي شغله. ايه شغله هيدي لمدايات. ايه بقى ثلاث ايام يشتغل بالعب وثلاث ايام قاعد هون عم بلف وعم بلف. وانا قل له يا دعاس قوم ارتاح ريح بدنك تقعد حدي قعد جنبي. ابدا راسه براس هالعبوة. ابدا زلمة شغله نظيف بيعجب خاطره. والشغل نظيفة بدها وقت. بدها وقت. بدها خليه يشتغل. خليه يشتغل. لايك الشغل مش عيب. اكيد مش عيب. بس ربنا عطاه تعبه. ايه؟ تسع بنايات قد ما انبسطوا منه عطيو بونس على التسع بنايات. على التسع بهن قالوا لك شي بنايه ولك تسع بنايات ما بقي حجر على حجر. عطوا بونس. شايف هالسقف؟ ها هي صبيناه من البونس تبع التسع بنايات. تبع التسع. الله يعمر معكم يا رب. الله يعمر معكم يا رب. الله يديمك. الله يديمك. لو عارفين لو عارفين صابين السقف جبنا معنا شيء بدينا. جبنا لك شي خروف دبحناه من شان السقف. كبر واجبك. لا نحن بدنا نضيفك حلوانة السقف. ايه؟ ما بيصير. تفضل تفضل. ايش هيدا عرق سوس؟ لا هيدا قطف اليوم زهرة نظيفة. ايش هيدا تبع ال ايه؟ انا ما بتعطى. لا بدك تاخذها. لا انا ما بصير بدك تاخذها يا عمي. بخاف هدية ما بتنرد احسن ما طقك بين عيونك. اسلم عينك. ناخذها. ليش ما ناخذها؟ اخذها. ليش ما ناخذها؟ طيبي هاي يا عمي عيب. ايه شو بيقولوا عنا الناس؟ شو بدي يقولوا عنكم الناس؟ انتوا جماعه بتجننوا. ما في منكم تسلم تحكي. الله يخليك يا رب. الله يخليك. شو كنا عم نحكي؟ انه جوزك ايديه بيلتفوا بحرير. تسع بنايات جايبهم بالارض. مزبوط. الله يوفقه. مزبوط. باقي حبتين. اذا بهمك الامر ففيك. نعم. هني عبوتين. عبوتين؟ ايه. لا انا والله ما بتعاطى بالعبوات كلها. لا بدك تشوفهم. ليك بعمل لك اذا بتاخذهم اثنيناتهم بعمل لك سعر. شوفهم قوم شوفهم قوم شوفهم. وين بدنا نقوم؟ يا حنة تحت منك. عشان تحت مني العبوات. قوم يا تطيري. ولك قوم شوفهم. ما بقى في شيء. بقوم انا. وين بدي قوم؟ وين بدي قوم يا تطيري؟ لك قوم. يا وين بدي قوم؟ شو رح تموت. قوم شوفهم يا حنة. يا حنة يا تطيري. هاي أول وحدة. أول وحدة مشانك اعمل معروف. كمان حط عليها فنجان قهوة. ايه هاي الثانية. تمام. وإذا بتاخذهم اثنيناتهم نضاف ليك شغلهم شو نضيف. ايه هيدي بعطيك اياها هدية معهم. قسيفة 155. ايش؟ يلا خدهم. مبروكين مبروكين. قسيفة 155 مع العبتين؟ ايه هيدي ما بديش حقها ودي بس تفحى. ليكي هيدي مرة ما هيك؟ ايه لأنه إذا طلعت أكيد رح نشرب بقهوة مرة بإذن الله. لا لا ما بيطلعوا. شغله نظيف عم قلك. شغله خلص. نظيف. أنا للحقيقة فيش معي مصاري ادفع حقهم للعبويت. بعتذر مني. مش مشكل. ما فيش. بس تتسيسر تطلع تدفع لنا حقهم ولو يا زلمة الناس لبعضها. اه. وإذا ما طلعت مش مشكل. الله يسامحك. نحن بننزل من جيبك. نزلوا بجيبوني. خدهم مبروكين. الله يخليك يا رب. ما قلت لي. ايه. انت منين بتعرفه لدعاس وشو بدك منه؟ انا ما بعرفه. انا بعرفه الله يوجه له الخير ويطول بعمره. سرق لي سيارتي. ايه الله يوفقه يا رب. دق لي قال لي بدك سيارتك طلع لك قرشين وتاخذها. دبرنا له القرشين وجينا. اي على سيارتك
جيب البي ام الاس 6 ولا المرسيدس الشبح؟ لا لا يا عمي لا. ولا المرسيدس الغواصه؟ لا يا عمي من لا يا عمي انا لا يا عمي انا سيارتي رينو دوز كحليه موديل 72. لا 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 72 لا يا خيي اذا بتريدي. لا مغلط مغلط بالعنوان، نحن ما بنتعاطى بهي البضاعة، نحن 2013 وطلوع. لا يا حبيبتي أنا ما بنتعاطى يا خيي. يا عمي أنا وفايت لعندك هون شفتها هالسيارة حاطينا برا بالبورة اللي مهدين فيها الإكس 6 وهذا ما بحطها. آه هيدي اللي مساندين فيها هاي السيارة. هاي مساندين فيها هيدي إلها 72 إلها. هاي سيارة. هاي سيارة هي إيه؟ شو فكرتي يا عنود؟ ييييي عرفت. ايه هيدي من كم يوم نعم. نزل دعاس على بيروت ليسرق ما توفقش بسرقة. ايه وليش سرق لي سيارتي؟ طلع فيها كيف بدك يا يجي ماشي؟ لا يجي ماشي لا كيف بده يجي ماشي؟ كيف بده يجي ماشي؟ نحن ما بنقبل يجي ماشي. ايه ماشي أعوذ بالله. شو بتشتغل حضرتك؟ والله أنا أستاذ تاريخ. قطيعة من قلة الشغل ما لقيت غير هالمهنة؟ ايه اشتغل لك شي شغلة تطلع مصاري، اشتغل بالسياسة، اشتغل بالمخدرات، بالدعارة وما تتعطل، بالتفجير، بالعبويت، بشي شغلة. والله الكلام بسرك وقت كنت شاب قالوا لي جسمك خرج دعارة. بس حظ قليل حظ قليل ما اشتغلنا فيها، بس والله رح اندم عليها ما اشتغلنا بالدعارة، رح اندم عليها كثير. شفت شفت بيروح المنيح وبيضل الأبي. اسلام تمك اسلام تمك خليكي بهالكلام مثل العسل. على كل حال نحن جبنا له المصريات. وينو؟ منو؟ جوزك وينو؟ من غير ان شاء الله نتفق نعطيها المصريات وناخذ السيارة. ما جوزي مات، ما قلنا لك مات، قلنا ساعة من قلنا لك الغالي راح. ايش مات جوزك؟ ايه. يا دعانو الله يغمق له الله يرحمه اكثر ما هو يا حرام يا دعانو. هيدا ثروه وطنيه ما تستهان بها ابدا. كان عم بيساوي عبوه ما في حظ طلعت فيه. ابته ابا ما بقي منه شيء. ايه عمره ما يبقى الله يرحمه اعدامه. لكن بما انه حضرتك موجوده الوريث الوحيده الله يورثك جايبين هالمصريات بدنا ناخذ السياره. انا اتفقت معه على 2500 دولار بس قد ما انه حنون شلنا 500 دولار 2000 دولار بيجي هو هو كثير حنون سياره. ليك انا راح مش رح عد على السقه على السقه على السقه. نعم هو كان كثير حنون. سياره اللي بتتسلم ب 40000 كان يسلمها ب 30 واللي ب 50 يسلمها ب 40. يا ما خير شو هالادم مش هالادم ما كان يسال ايده هيك. الله يرحمه ايده هيك. يلا خافي. ايه عمهلك عمهلك. ما فيك تاخذ السياره. لا بدي اخذها بدي. لا ما فيك تاخذها يا عمي بدي ارجعها. ما فيك. رح اقول لك رح اقول لك شغله. المرحوم هيدي اخر سياره سرقها بدي اتركها تذكار منه. لا ما شو هالحظ الدخر هذا. الله يخليكي بدي انسى. لا 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 بدي رجعها. هلا مندبر لك فان بزقك انت والعد كل هول اللي اشتريتهم وبياخذك على بيروت. لا بدي رجع السياره اذا ما فيك يا خي بدي ما فيك احسن ما طقك بين عيونك. ها طيب خلص خلص ما عم شو بناء. ايه ما تطقينا. طيب يلا. ايه قبل ما تفل خير. بدك تكتب له كلمه للمرحوم على دفتر الشرف انتو فالل. بتعرف تكتب؟ اذا ما بتعرف مش مشكله بصم بصم كل وجهه الضايعه بصم وبصم على هيدا الدفتر. عنده دفتر شرف؟ طبعا بدنا نكتب للبلا شرف. ايه؟ بدفتر الشرف للمرحوم نكتب له بدفتر الشرف. ايه او قل له شي ردي. لا بنقول له بنقول له. لا هذا بينقال له. تفضل تفضل. نحن بما انه نحن مجتمعين بهالعيله الكريمه بهالمرحوم اللي ايدي بتقلوا بالذهب هيدا رمز رمز لكل طفل بلبنان لكل انسان بلبنان هذا لازم يعملوا له تمثال بسعه الضيعه هذا خساره وطنيه هذا هذا نحن اليوم نحن اليوم وبما اننا نجتمع مع هذه الاخت الفاضله مع هؤلاء بعضها ولا تا و تا وكبت ولو ولو بتابع هاي تبعنا بدعف. تعرف تعرف نعم كثير اثرت فيي نعم مع انه مش كثير فهمت شو قلت بس كثير تاثرت. اذا ما بتعرفوا هيك كيف لو تعرفت عليه. بدي اهديك هديه مرحمه من المرحوم. مرحمه مرحمه ما بقبل ما بقبل. خذ هيدا منيح هات
هدي شو هاي فانيلا؟ فانيلا انا انا ما بلبسش، انا عزلت بضل. لا شو فانيلا، هيدا حزام ناسف. ايش؟ هدية من المرحوم. حزام ناسف؟ هدية ما في ما في جربوا جربوا ما في ما بدي جربوا هدية ما بتنرد جربوا احلى ما طقك بين عيونك. جربوا 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 والله ساعدنا بجربوا. ها؟ ايه جربني. يا حو هيك منيح حزام ناسف؟ بجنن اللي بقلك عزابك. ها؟ اجينا معلومات، اجينا معلومات من الفرع انه في تاجر سلاح عم بخطط لاشياء تخريبيه. مضبوط. خبريه خبريه، انا ما دخلني. انت خصني انا 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 خبري خبري خبري. انا معي هالألفين دولار مجمعتهم، وانا مره محزون جوزي ميت قاعده عم بنبو كل النهار. ايش هلا عندي بده يقشطني اياهم؟ جايب لي هودي ليك بجيبته في حشيشه ولابس هيدي ومعه هودي قالوا بيعني هن، وهي القذيفه 5000 6000. لا يا عم 2000 ما بعرف شو هن. لا يا اخي ما دخلني انا، ما دخلني يا خي والله ما دخلني. مبين هيدا انت اسحبه يا جماعه، ما دخلني راح لمنيح وبقل ابيع. انا يا خي بعد السسري والله السسري انا والله السسري. راح الغالي يا ضيعانو، كان هين كان لين كان يضمو انسان مبين. ما في حس بالروح بالدم راح تبقى يا غالي، بالروح بالدم شو ما صار بحالي. خلينا نشوف كم مرة ضحك الفريق المساند لفريق الإنعاش. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11 12 13 مرة، وباقي برصيدهم 1700 دولار. زقفة كتير كبيرة لإلهم. رين هودي مش من قيمتك، خدي دبري حالك فيهم من هلا لاخر الشهر. ميرسي انطوانيت. يعني نحن كنا عم نعد وانت كمان كنت عم بتعدي. ايه انا بعد فيه بعد فيه. ليكي بعتقد هول ما حيكفوني. لا 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 عم تتعدي علي انه انا هول بدهم يكفوني. انطوانيت سيسري حالك. ليكي بطقك وحده بين عيوني. خلينا نروح على بريك سريع 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 تنشوف شو قصه هالمدام. كلمني فهمني، كلم فهمني، كلمني كلم كلم كلمني فهمني فهم فهم فهمني. يا استاذ نبيل، يا بلا مخ، يا بلا اخلاق، كل المعلمات بالمدرسه عم تتشكى منك. بس ليش يا حضره المدير؟ ليك شو ليش يا حضره في معلمه مش عم تتحركش فيها يا بلا اخلاق؟ انا ولا وحده بتعزمها بتعزمها على السهره، وحده بتعزمها على الظهره، ولا معلمه الدوزيام في ابشع منها؟ ولي يخرب بيتك نفسك شو قطيعه. بس يا حضرة المدير لك ما تقول لي بس 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 لعيمك ان شاء الله. الاميات 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 اللي ما في ام الا ما عم تتشكى عليك انك عم تتحركش فيها. يا بلا مخ، يا بلا اخلاق، يا بلا تهذيب، يا بلا مربى. مرتي عم بدق. رح رد على ما تفل من هون. اوعك خليك هون رجع لك. ماشي رجع لك. الو حياتي. بدي احكي مع المدير. اهلا. اذا بتريدي اذا بتريدي اليوم فوله معي اللي فيني مكفين. اذا بتريدي بدي خبر المدير. لوك ما كلهم اثنين. بس يا مدام في شغله كثير اساسيه لازم تعرف.
انا قلت لك تحط لي ولادي قدام بتحط لي اياهم ورا؟ شو هن ولاد شوارع؟ ما تعطلي هم، راح احط لك واحد قدام. شو بده بده يحطوا قدام؟ بالاخلاق انت عادي بس. هلا اذا جوزي مسافر وانا وحيده هيك بتحط لي كيف ما كان ولا؟ حس معي، حس فيي، حس فيي يا ولا مخ. انا حسيت. ما تعطلي هم، ما رح احط لك اياه كيف ما كان. طبيعي رح احط لك اياه ورا وبالنص سنتر لك اياه. منشان تكون مبسوطة؟ لا 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 انت اللي حتكون مبسوط. شو بس هي اللي حتكون مبسوطة؟ بس 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 انا 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 في في قصص كمان عم تطلع فوق طاقتي. انا في فيني كمان ما بس ما فيي ضلني انقل لك اياه من قدام لورا ومن ورا لقدام من قدام لورا ورا لقدام. في منطق. ايه متعبية يا مدام متعبية. شيل حط شيل حط ورا. مشي. نعم. انت ما خصك، بعد شوي بيجي دورك. دوري؟ بيجي دوري؟ ايه بيجي دورك، ومطرح ما بدك بحط لك اياه. ايه. بعد في انا بهالمدرسة ما حط لي اياه استاذ نبيل. ليك حبيبي. اه حبيبي يا حبيبي، إذا هيك مبلشين حبيبي وتقبرني. أنا ما بدي إياك تحط لي إياه بالأوتوكار. بالأوتوكار؟ ما عادي. ما في تلاميذ رايحين جايين بالأوتوكار. مش حرام عليك؟ مش حرام عليك؟ بس يا مدام. ولا فتقول يا مدام اترك المدام تفش خلقها، خليها تفشي خلقك مدام فش فشي. ميرسي. خلي لي إياكي ولو يا أهلا وسهلا. فشي. فشي. الكبير. اه في قياسات كمان كبير. الكبير ما عم بيقوم بالقوة. اه طبيعي مدام طبيعي انه معقولة بالقوة. اه على الريق ما اسأليني الا انا خبرة. لا هلا انا بصفقه شوي وبضربه من هون شوي وبعنفه لحتى يقوم. يا ويلي شو بيجني. بتصفق ايه؟ لا هلا انا بغنجه شوي وببوس وبقول له يا نوسي نو 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 نو. بيقوم اصلا الموتى قاموا بقى. بحدا بالله مسيا بس على الظهريات بلاش ليش وبينام. هاي مشكلته. عندي ما رح خليه ينام بقى. ميرسي. بس ضلك على طول حركش فيه. شو تحركش؟ انا بحركش فيه انا المدير هون. انا بحركش فيه. زيح زيح من الدرب. زيح لك زيح من الدرب. لحظة شو؟ ما في اثنين. بعد في اثنين؟ ايه غير الاولاني؟ اذا بنحطهم على جنب نحن بيزبطوا على الطرف. ما 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 بينزركوا مع بعض؟ بلا بنزرك له اياهم. لك شو بينزركوا؟ ما هن صغار وقد النتفة. ايه ما طولي بالك علينا هن ببلشوا صغار وبيكبروا. ما بيكبروا بلا بيكبروا. ما انا على شو متكلة؟ يكبروا. ها انت شو خصك مسيو؟ انا شو خصني؟ ما لحظة ما حضرته المدير. انت المدير؟ انا. وانت مين؟ استاذ نبيل. زيح من الدرب. لا يا يا تخرب بقى. ايدي بزنارك. وانا كمان ايدي بزنارك. مسيو عيونه على الساعة 10 عم بيكون كل الوقت تحت الشمس. كل الوقت بالشمس؟ كل الوقت بالشمس. شو عم بيعمل برونزاج؟ وما عم بحط شي على راسه يا حرام. أمنو بلا بالشمس ما عم بحط واقي للشمس؟ ما كرمل هيك أنا عم بحط له كريم كل ليلة حتى ما يقشب. إيه لازم لازم أحطي له كريم طبيعي بس يقشب ما ما يوجع. شوفوا هيك سري. هاي شوف هي بتنفصل هيدي. لحظة شوف هي بس انا مجبوره احكي. ايه تفضلي احكي. مدام زيعور عندها نفس مشكلتي وهي خبرتني.
مدام زيعور خبرتك؟ شو خبرتك مدام زيعور؟ خبرتني انه بحطوا لي يمين وشمال، مرة من قدام ومرة من ورا. يا خي اعتمدوا، بدكم تحطوا حطوا وخلصونا، حطوا لي بقى حش تعزبوا على المرة. ما هو شيء بعزب منطق، هو شيء بعزب يعني انه قدام ورا، هو اليمين اكثر شيء يعني. هو عن جد هيك صار معنا مدام زيعور؟ هيك صار معه. قامت شلته وحطته بمطرح كثير بريحه، بس ما في اقول لك مسيو كثير عيب بالنسبه لك. لحظه مدام زيعور صراحه انا هلكت نعمتي، بشيل لي اياه من ورا بتقلي حطه قدام، حطه من قدام بتقلي شيل لي اياه من ورا، وين بدي احطه خيي؟ بوز مدفع انا بعرف وين بدك تحطه؟ كمان عندي حضرتك واصلي موصيلك لمدام زيعور يا بلا مخ. مدام زيعور مدام سوري اسمي الصغير ماريلو. يا برني ماريلو. مدام ماريلو فيني اعرف مدام زيعور وين حطته؟ ليش شالته؟ لك ايه طبيعي انك التاني انك تشيله، ما في ضل كل الوقت جوا اعتبره قلم رصاص يا خي بيبري. علميا ما بتزبط. مظبوط برويس. ما انت ادرى انت المدير. مسيو نعم الكبير بحط عوينات وبتحطوا لي اياه ورا؟ بحط عوينات؟ ايه بحط عوينات. له عوينات؟ ايه انا على طول بهديه وبمشيه قدامي. لا بالعوينات؟ ايه لك عم هنا لك الايام اللي وصلت لك عوينات. اعمل له ليزر. حط له لمبي عوينات. ليك لي ايه طب مدام ماريلو هلاني انا شو المطلوب مني؟ وين بدك تحط لي اياه؟ وين بدك نحطه؟ منحطه بدي تحطه قدام. قدام يلا فيك تجيبه لشوفه؟ يلا معقول انت التانية كده هون هون ما مدرسي محترمة يعني في ناس رايحة جاية. أنا بجيب لي أنا بجيب لي بجيب لك عزراية التانية سد بوزك يا عمي. ليه بده يسد بوزه؟ ما فهمت عشو عم بسد بوزه؟ انا كل يوم الساعة 8 بهدي وبفوته الساعة 8؟ مترمت وتقبرني. بس بنهار بقله لأستاذ نبيل بدي شوفه وبفرجي عيه يعني. يفرجوك ببوز مدفع ان شاء الله، يفرجوك حية فرجي عيه. بدي اشوف ابني هلا. ما 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 فيني اشوف ابنك هلا. ليش؟ لا لا لانه ليش؟ لانه شو؟ لانه عنده فحص. عنده فحص؟ اي نعم. بس ما هلا خلص من ساعه هو. والله؟ ايه لكن فيها تشوف فرجيه. ياي هلا. ايه هلا. تفضلي مدام ماريلو لفرجيكي اياه. ها لابنك يعني تنشوف وين بدنا نحط لها اياه. حط لها اياه هون لاولادها، ما انا عارفاه من الاساس انا عم بحكي عن اولادها. فكرت عن غير شيء؟ لا نو نو نو. ماشي مقبلني ماريلو. يا ودي يا تقيله يا مشيبني ريمو. خلينا نشوف كم مرة تضحكوا لأنه خلص المشهد. مين خبرك هلأ بلش؟ من عند كم مرة تضحك الفريق المساند لفريق الطوارئ؟ مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 14 مرة وبقي برصيدهم $1,600. بعد بريك رح نروح مع فقرة كومي ستاند والليل التحدي قوي بين توني وتوني لنكون أوضح بين بيت كيروز وبيت الخوري.
ريمو رح نتركك ما حنزعجك. بدي اعدي التكفي الكهرباء يلا طفي الضوء. ميرسي. شو مساء الخير للجميع. جاي الليلة خبركم طول عمرك، جاي الليلة خبركم مصيبة صارت بحياتي وأكيد صايرة مع كتار منكم. محسوبكم تلميذ مدرسة خاصة كان. نجي الصبح شي رفاهية على الآخر، يجي أوتوكار يخدني من تحت البيت، نصار على المدرسة جرس كهرباء يطل الناظر بكل احترام ميتي فو زونرون. إذا شي ولد حكي هيك بتهذيب سيلونس سيل فو بلاي. ننزل على الصف شوفاج سنترال، كل تلميذ طبقة خمس نجوم. تجي الوالدة هونيك نهار تقول لي تعال قلك عايزتك، بيك قلبت ايامه رح نشيلك من المدرسه الخاصه نكبك بالمعارف. شو بدنا نعمل؟ معارف معارف، شو بدك تقول للوالد الحنوني عم تخبرك؟ جينا اول نهار على المعارف بعده مخي مبرمج على المدرسه الخاصه، كحلي وابيض، كرتاب على ظهري، فرقت شعري على جنب، دلقت السون 14 وسحبنا على المدرسه. سون 14 خضرا خضرا سحبنا على المدرسة. وصلت 7:30 متل ما أنا معود، فت على الملعب ولا دومري، خيكون الخوري وعصافير الدوري وزبالة. أكتر كمية زبالة شفتها بحياتي بملعب مدرسي، يعني للكارانتينا ولا طل الطلايل. وقفت بالنص على أساس 8 بنطلع على الصف، 8:10 مشرفة أول عصابة. عصابة شعري مكنفش، جينزات مقطشة كذا، آي شيرت دخان، أما ما شفت حدا حامل قلم ولو. فاتوا الشباب اول عصابه، انا بعرف المدرسه فيها للبروفيه، فايت واحد قارت لحيه مزيحه عمره 25 سنه. فاتت اول عصابه، ثاني عصابه، بلشوا الشباب عصابه 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 عصابه، طوقوني من كل ميلات وانا واقف بالنص كرتاب وفرق على جنب وسون 14 ابرم هيك وهيك، والشباب بيطلع عم هالشيء المرتب كيف وصل لهون، كيف وصل لهون هذا. الله هونا بيطلع علينا الناظر، كيف بدي اقول لكم شكله مثل وحيد القرن. طلع لا جرس كهرباء ولا من يحضنون معه، جرس بالتبع بابا نويل، كلين 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 بالصف يا بجم، ها معناتها ميتي فو زون رون. قصير قدام طويل ورا، طبيعة الحال انا اول واحد، شوية لطشنا وحدة تراصف عمى، شو تراصف برامج بدي اعرف شو معنى التراصف، طلع بدي مد ايدي واخذ مسافه من القدامي، بس شباب المعارف كيف مدرجينا بمد ايده يخلعوا السحسوح للقدام. صرت سامع الكف جاي من ورا با 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 با، وانا الجديد قرطوني وحده بوسوني الارض. كل الملعب ضحك، ام وحيد القرن بده يعمل وجباته، بده يهدي يعني بده يروقها، قالنا عرواء يا تتر، ها معناتها سيلونس سيل فو بلاي. طلعوا على الصف مثل الغنم، دعسنا على بعضنا وطلعنا على الصف. وصلت عم انا هيك وشت على الباب، اكثر صف بحياتي شفت فيه الوان، شيء بيريح النفسيه. عندكم هون بالزاويه اسود نش، بعدين اخضر عفوني، عندك الحيط بوينتيه كله عشمالي قد ما الشباب منقفين هذا في نكس في مخوخ عايمين هيك انا وفايت جرد غاز معفنه ودفايه مهتريه، هذا الشوفاج سنترال. كم مالنا هيدي كل تلميذ طبقه شيلوها من راسكم، دكونا كل ثلاثه على طبقه، دكونا دكونا دكاك، يعني شو الطبقات مدمرين، شو بدكم شعارات حزبيه رسومات اباحيه موجوده. لفتت لي نظري جمله قال بس هذا شيء قدروا الاستاذ فيها، قال له كف للمعلمه ودي هالتحيه يقبرني ربها ما اطيبها. انا بهالجوجه اللي كلها بتشرف، شو بدي لكم بلدوزر بتسكر باب الصف. وحده هيك حامله منقوش الزعتر وهرم، قالت لها الهام حطي الركوه على النار خمس دقائق بعد تشيل على الحمير وبلحقكم. فاتت فاتت هيك نتشت هيك، انا اسمي السيده منى وانا بعطيكم ماده الرياضيات. انا بكل تهذيب علقت ايدي قلت لها سيدة منى شو يعني رياضيات؟ ما بيجيبوا لنا الا حمير على المدرسة. يا ابني يا ابني الرياضيات يعني علم الجبر. يعني يا محلى رياضيات. الله يسامحك يا امي على مدرسة الجبر.
منيح انها بتلدغ. ايه وقفت عم بتطرطش زعتر، وقفت قالت يلا اكتبوا من 1 لـ50 مليون وانا هلا برجع. وراحت على الصبحيه. عدنا تعرفنا على كل الاساتذه. لا في اساتذه منيح، ما بدنا يعني في اساتذه منيح. اكثر شيء ترك فيي اثر نفسي وصحي بالمعارف الحمامات. شو بدي لكم عن الحمامات؟ يعني لا هيروشيما ولا طل طلايه. واحد اجمالا بفوت على الحمام مثلا بشوف برغش دبان، برغش دبان ما في، ما في كائن حي بعيش بحمامات المعارف. وكل معارف انتم بخير. ثانك يو. برافو. قوم يا كيروز يا حبيبي فرجيني شو عندك. اوكي يلا والبضاعة. يه لا 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 شباب لا اعملي لا لا سخنت اعملي لي طريق بس يلا رياضية عكت عكت يلا قوم روحي قوي روحي قوي والله اصلا روحي قوي روح يب بلا حكي وطالع نازل رح اقول لك ردي يعني شو بدي اقول لك اسمع لك هال 40 سم اسمع الله عليك انت اسمع اوف 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 لك ما بتقدر يا ابني الكيروز تتحداني بهالوقفة رح بتسرب بارمبوز بكيان مفقوس مطفي رح بتسرب لا لا نحن ما ما تزعفوا هزف يلا منشوفك ردلو يا خليك بقى ما عم بحبكها براسي بدي ردلو واحدة رد رد الله كريم اسأل المصري والسوري اسأل الباشق والدوري هلو. اسأل عن طوني كيروز بعمره ما مخلى خوري يلا عنا أصنع كله دي 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 رح خبركم اليوم بليها بليها خل بليها وحياة الله بدي خبرك رح خبركم اليوم عن شيء بلبنان اسمه فيرست ديت يعني أول لقاء بين الشاب والبنت يعني الأشياء الأشياء السائلة بتصير مع الشاب والأشياء السائلة بتصير مع البنت اسال شيء بيصير مع الشاب انه وقتها خلص هيدي البنت هيدي هي بفوكس عليها بيقول لها بدنا نروح نتعشى شو بيعمل الشاب اللبناني بيكسر الاجه بيجمع كل شيء في مصاري بيحطهم بجيبته طيعزمها على محل مرتب ليفرجيها شو انه هو ابن عائله مزبوط اسال شيء بيصير مع الشاب اذا في كاوتش جلد قاعد على الكاوتش الجلد ومركز على البنت اللي هو هيدي هي خلص هي اللي بحبها وبتزحط بالغلط تسمع هي تزط موقف محرج ها بصير يزحط له قصد حاله تأكد له انه منه اكل فاصوليا بعظمه او فيه لازم واحد يكون بيعرف لغات تيقدر يظهر بنت مش حيالله هيك مش مثل رفيقي طارق طارق ما بيعرف انجلش وعطول بيشك على البنت شو بتكون اجنبيه مره وصل لعندها بنت اجنبيه ما بيعرفها قال لها هاي اي ام طارق اي ام لمرة عسير الطارق ماتت امه لامه لرفيقه قال لي شو بدي احط له يا زلمه على الفيسبوك انه بدي اعزي قلت له حط له ريست ان بيس ار اي بي يعني تكون نفسها بالسما ام حط له ار اي بي تو يو اند تو يور فاميلي عجد هو قصص كتير سئيل اللي بيصيروا مع الشاب اللبناني عم بحكيها أنا هلأ كرمال الشاب اللبناني ينتبه على حاله بس في قصص كمان سئيل اللي بتصير مع البنت اللبنانية هات لنشوف أسأل شيء مع البنت اللبنانية اللي بيصير إنه وقت تكون قاعدة مع هيدا الشاب اللي هيدا هو رح يطبق معه خلص مش الحال وبعد 3 ثواني على القد بتدق إلا أمه هاي هيدي مام ثانية برجع لك أوكي ألو الو وين كان يا معصومة الرقبة؟ وين كان؟ شو اسمها؟ بدك تقولي لي ولا لا يا بنت الشحاش؟ من هالطبعة وستك ما تظهري معها ليش نجي ها؟ معه مصورة؟ إذا معه مصورة يعني مقبرته ملك من عشر شو من العولي؟ شو بقى؟ هاي مام شوي بك الله باركتي يا ابن البيت من دون علمي وما تنحكي علي تكبري بعد هالغرة تكبري دايكي يا ايه هلي بتسربي على البيت ايش فهمتي ايش فهمتي هلي بتعقد ايه مام ما تعطلي هم اخدت $100 اللي كانت على الداسك ديسك يا امي داسك اخدك طيب استقلم للقلب ولا تنكري على ظهري مام
ايه ايه مام خلص ما تعطلي هم، يمكن نتاخر لنسرب ونكمل فريا. حياتي مام عم تنصحنا وين نروح؟ ايه لك امك شو اوبن مايندد. اوبن مخك يا ابن سمعتك سمعتك عقلي اوبن لك ما كنا نصف حدك ما سامعيني هيك مام مام ليك يا ام اعطيني ايه مام اعطيني ايه تشوف خلص مام ليك يا ام ايه هودي اهل بيروت ابي تامنلن ايه فريا يعني عن طبقك اسالي بجربه بعدين اشياني اوبن يعني مفتوح مفتوح ايه عم تدهري مع واحد بين لا 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 ما 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 يا حبيبي يا هالشباب مام يلا بنحكي بعدين اوكي اوكي بنحكي بعدين هلا بدون حلقه بنتك يا امي ايه كل مين عنده ما إلو أمينة أجب عمتك ما إلو أمينة كل من عنده حمامة حطي يا بنتي حطيتها طيب طيب أوكي مام نحكي بعدين أوكي يلا باي وهتسكري بوشي باي مام أوه عم تتسكري الخط بوشي باي مام أوه تتسكري بوشي وبتسكر الخط اجمالا بوجهه وهي اما بتكون عم تحكي وعم تحكي وعم تحكي وهي مام ايطاليه ما بفهم علي لانه هي بتقطع كم كلمه اسباني ما بفهم خلص ما مبين الخبريه عن جد انا هيدي البنت اللي ظهرت معها كان فيها كان قطقطانه بهذا الكا بس لاكون صريح معكم كنت شوف حالي فيها عن جد كانت بيض لي وجهي مره نزلنا سرنا بمحل طلبت كاس انا هي طلبت قالت له بليز بدي عزبك في عزبك كاس فودكا بلا الكول ثانك يو يا جماعه اسمك توني جيرو ثانك يو راسك لبيكو إذن فريق الدوار اتضحك 10 مرات وبقي برصيده $600 بينما الفريق المساند لفريق الإنعاش اتضحك 7 مرات وبقي برصيده $1,000 فإذن الفريق الفايز لليلة معنا هو الفريق المساند لفريق الإنعاش ألف مبروك بنهاية هالحلقة بشكر كل الكوميكازيين يلي شاركوا معنا الليلة ريمو صليبة فادي شربل أطوانات عقيقي ماريلو توني فوري وطوني كيروز مشاهدينا يلي بدو يشارك معنا بكوميكاز مالي إلا يبعث صورته على بيج كوميكاز ونحن بنعمل لازم نحبكن كتير باي باي